ألمانيا راسخة بقوة في منظمة الأمم المتحدة، وأكد افتتاح مركز المؤتمرات الجديد في مركز المنظمة في بون في الذكرى 70 لنشأتها أهميتها بالنسبة للحكومة الألمانية. The United Nations in Bonn has blossomed in recent years. تزدهر الأمم المتحدة في بون منذ أعوام، وهناك نحو 1000 موظف هنا حالياً فضلاً عن 18 منظمة أممية. And the vast spectrum of the United Nations agenda. وتعد ألمانيا عضوا بالأمم المتحدة منذ أكثر من 40 عاما، وأكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير المسؤولية الخاصة والتاريخية لبلاده حتى بعد مرور 70 عاما على انتهاء الحرب. قديما عقب الحرب لم يكن هناك لألمانيا مكان في البداية في النظام الجديد للمجتمع الدولي، ولم تمثل ألمانيا جزءا من هذا النظام بل مثلت موضوعا له، ولكن على مدار العقود الماضية منحت بلادنا فرصة الدخول مجددا إلى قلب هذا العالم الدولي تدريجيا وبشكل حذر، ويحمل مركز الأمم المتحدة في بون رمزيا هذه المسؤولية التي نعتزم تعزيزها وتوسيعها اليوم. ويركز مركز بون على موضوعي البيئة وحماية المناخ بصفة خاصة، وتدعم ألمانيا توطين مؤسسات متنوعة في هذا المجال بفاعلية، ومن ثم توفر مركز علمي. إننا نقول في الأمم المتحدة إن هذا الأمر يتيح إمكانية إقامة شراكات لأجل التعاون غير الموجود في أي مكان آخر بالعالم. الموضوعات ليست جديدة دائما، ولكن التحديات تتغير، ومن ثم تتغير الأمم المتحدة. إنه الأمر مهم أن يتم إشراك المواطنين ولا سيما الشباب في هذا التطور. لذا هناك في ألمانيا منذ عام 2005 مندوبان من الشباب سنويا مثل كارينا لانجه وألكسندر كافشنسكي. بصفتنا مندوبين من الشباب بالأمم المتحدة فإننا نمثل أصوات الشباب لدى المنظمة ونشارك في الجمعية العمومية في لجنة التنمية الاجتماعية نيابة عن الشباب. هناك حاليا مهام كثيرة للغاية. إذا تأمل المرء العالم ونظر للأزمات والنزاعات القائمة فيلاحظ أن الأمم المتحدة تتمتع حاليا بأهمية أكبر من أي وقت مضى. ويندرج ضمن ذلك تغير المناخ والبطالة بين الشباب وقضايا اللاجئين، ونعتزم إشراك صوت الشباب في هذه الموضوعات. الأمم المتحدة قائمة حاليا منذ 70 عاما، وألمانيا عضو بها منذ أكثر من 40 عاما، ويمثل مكتب بون منصة جيدة للعمل المشترك على التحديات العالمية منذ نحو 20 عاما.